نجم مصر رضا البحراوي، نجم حماده الصغير صب عليه، محرم زهران وكفر الشيخ بصب عليك يا نجم، وسلامه ابو مازن قطع لسانك، معلم كمان يونس، احمد ابراهيم عبد اللطيف لو سمح يجي على المسرح. ابو اللولو قول يا عم رمضان يا عسلية. يا ابو احمد راح فين يا ابو احمد؟ يا ابراهيم عبد اللطيف والله ما انت نازل. لا بقول لك وجودك على المسرح. لا يا ابو احمد، لا لا تعال يا ابو احمد، ده الحنية والكلام الحلو والإحساس نعمة. أبو أحمد الحنية والإحساس نعمة. أبو أحمد دقيت على الأبواب قالوا كفاية 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 كفاية، وناديت على الأحباب قالوا كفاية، ده مين هيرد القمر مسافر يا بحر، والشجر مسافر والفرحة مسافرة، حتى الحزن سافر كل الناس مسافرة، وهي قريبة مني كل الناس في غربة. أبحرم كل الناس في غربة، وأنا مين هيسأل عني؟ طب ما احنا قريبين وهم قريبين، لكن من سنين 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 كلنا مسافرين، كلنا 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 رايحين، من قبل لوم العوازل كان السلام بالإيد، من قبل لوم العوازل كان السلام بالإيد، صباح السلام من الشارع من بعيد. لبعيد كل طير كل طير هاجر رجع بعد التعب بعد السفر، كل شمس مروحة من تبوس خد القمر، ده كتير عاندت على طنطا بلدنا وقلت لازم يفتري، اودعي كنت ودعيني الشيخ ريشة والمحلة والملك فيصل، ارجعي 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 الشتاين وقلب ثاني ابو منا، ارجعي ارجع الربع يكفي العيدان، ارجع ارجع محتاج لك، ارجع غلطت اشبك، ارجع لو شفت حالي هتتمعي، ارجع امني قطع لسانك يلي كلامك كلامك بينقط سن، احلى تركي نخس جسمنا كفاية اسمنا، الناس بتحبنا وهو ده المهم، نخس جسمنا كفاية اسمنا والناس بتحبنا. اسكندرية اسكندرية مرية وترابز زعفران
الباشا عبادة مختار ابو ياسين سيرتنا مسمى ترجون او مجدا لناركم ولا ما تفوقوا بقى من وهم مناش في المحلاس مناش في المرهمة وسيرتنا كويس يا ابن احنا المدرسة والادب احسن بلا علم كلامنجي وعارفينا احنا كسرين عينا طب ليه بقى شغلينا ما تخلى عندك دم الترك عبد الله شرشيره بيقول لك اهدى يا نجم عشان هو بحبك قوي قوي وعاوزك تقول الكلام ده من الاول والمحترم احمد صبر قوي بيقول رقم واحد في مصر زي ما قال التركي رضا البحراوي رقم واحد في مصر التركي وبيقول لك انت في فرح ومن غير ما حد قطع لسانك يا اللي كلامك بينقط سن نخس جسمنا كفاية اسمنا الناس بتحبنا هو ده المهم سيرتنا مسمى برجولة ومجدة لناركم ولا ما تفوقوا بقى من وقت مناش في المرهمة وسيرتنا كويسة يا نص يا ابن احنا المدرسة والادب احسن بلا علم يا ابو منة سلام كامل واتحاد ليك اخو عروس النهاردة ابو ربانة حسام ابو لذيذ وابو هنا والغالي الغالي احمد محمد ابو لذيذ عبوش هتقول الكلام ده من اول السطر وواحدة واحدة زي ما قلت لك يا عم بالرضا واحدة واحدة بلوزة واسكندرية وضيف اسكندرية احلى ناس من ورانا سلام الرئيس باشا رئيس يا وليد نسمع السلام كامل ومن الاول واحده بص احنا قاعدين رضا البحراوي قاعد ما تقلقش هو مش ماشي عشان تبقى عارف هو مش ماشي على كفالت قطع لسانك اللي كلامك كلامك بينقط سم عارفين امثال شغل بالك بالنجاح والمهم انت تمامك انت تمامك في سرت امامك بتجيب وتسيب نخس جسمنا كفاية اسمنا الناس بتحبنا وهو ده المهم سيرتنا مسمى رجولة ومجدة لناركم ولا ما تفوقوا بقى من وام مناش في المحلاس نيتنا كويسة يا ابن احنا المدرسة والادب احسن من العلم ترغي كلامك وعارفينا احنا كسرين عينا طب ليه بقى شغلينا ما تخلى عندك دم يا عديم المرجلة يا عديم المرجلة يا عديم المرجلة وبشغل المعيلة واخد شهادة تقدير مبطل نفسنا وتفكك بقالة وبتحرق بس كتير ربنا يكفينا الشر يا ناس عاملة بتحبنا ربنا يكفينا الشر يا ناس عاملة بتحبنا ربنا يكفينا شر يا ناس عاملة بتحبنا
وهم من جوانا هيولعوا مننا اي دمعة حزن لا 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 اي جرح في قلبي لا 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 اي لحظة حيرة لا 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 حتى نار الخير لا 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 عايشين ومش عايشين ربنا ما يجيب حزن يا بحراوي اخو العريس حلم الملايين بصب عليك برضو اخو العرسان حلم الملايين عشان الغالي احمد محمد ابو الوزير وهي دي افراح المملكه وكده اقدر اقول الحمد لله على السلامه افراح المملكه.